بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية على بركة الله تعالى. أعلنت انطلاقة الشوط 15 المخصص لسن الحول، المحليات، الأصايل في هذا الشوط وفي هذا المهرجان، مهرجان سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. هنا أيضا البداية ومقدمة هذا الشوط وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة إلى المركز الأول وافتتح الإذاعة. هناك البداية على المركز الأول منصورة فهد بن حصين بن فهد النعيم مقدم لنا منصورة على المركز الأول، بينما المركز الثاني أصبح من نصيب سحامة لسالم بن سلطان بن غالب المنصوري، ولكن المركز الثاني اللي غيرت الآن الشانية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظهري مقدم لنا الشانية على المركز الثاني في هذه اللحظات، بينما المركز الثالث تتواجد اللي هي سحامة على المركز الثالث. سحامة على المركز الثالث لسالم بسلطان بن غالب المنصوري، وبدوري انتقل الى المركز الثالث اللي غيرت الان على المركز الثالث اللي هي غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي مقدم لنا غنايم على المركز الثالث، والمركز الرابع شانية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المركز الرابع اصبح من نصيب المركز الرابع هناك اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي مقدم لنا اليذاب على المركز الرابع، والمركز الخامس مياسة للعثة بن خزع بالعثة العامري، المركز السادس حفلنا الكريم، المركز السابع الوصول في هذه اللحظات من مزاج حمد بن محمد بن سيل العامري مقدم لنا مزاج على المركز السابع، والمركز الثامن أصبح من نصيب هملولة سعيد بن ناصر بن محمد المري أيضا مقدم لنا هملولة على المركز الثامن، والمركز التاسع أصبح من نصيب التاسعي المراكز. هناك أيضا الوصول من بن صوغان لخزع بن أحمد بن خزع العامري، والمركز العاشر وجولتنا الأخيرة إلى المركز العاشر هنا أصبح من نصيب سرابة سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان لشتبي. هكذا كان النداء الأول إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة، والمسيرة تسير عود إلى الصدارة. أعود إلى مقدمة هذا الشوط أيها الحبل الكريم، غنايم هي من تتربع على عرش القيادة محمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي مقدم لنا غنايم على المركز الأول، وبينما المركز الثاني أصبح من نصيب منصورة فهد بن حصين بن فهد الرمزان النعيمي مقدم لنا منصورة على المركز الثاني، والمركز الثالث أصبح من نصيب مياسة للعثة بن خزع بالعثة العامري مقدم لنا مياسة على المركز الثالث، والمركز الرابع التواجد من الشاهنية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مقدم لنا الشاهنية على المركز المركز الرابع، بينما المركز الخامس التواجد من اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي، ولكن وصلت مزاج حمد بن محمد بن سيل العامري تتسلل وتنتقل إلى المركز الخامس، والمركز السادس هناك اليذابة زايد بن محمد بن سيف المزروعي، والمركز السابع التواجد والحمد حضور من هملولة سعيد بن ناصر بن محمد بزيرة المري مقدم لنا هملولة على المركز السابع، والمركز الثامن أصبح من نصيب المركز الثامن هناك مزاج حمد بن محمد بن سهيل العامري على المركز الثامن، والمركز التاسع أصبح من نصيب سحامة لسالم بن سلطان بن غالب المنصوري، والمركز التاسع الوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع هنا أيضا منحاف صالح بن محمد بن عنوده العامري مقدم لنا منحاف على المركز التاسع، والمركز العاشر لغزي لعبد الله بن سيف القمزي. هكذا كان النداء الثاني إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة، دعنا على حضراتكم بالوفاء والتمام، وجولتنا الثانية أعود إلى الصدارة، أعود إلى غنايم. ما شاء الله من انطلاقة هذا الشوط حتى هذه اللحظة، ولكن هناك التغيرات على المركز الأول من الجنب الثاني. يا سلام، هناك منصورة فهد بن حصين بن فهد النعيمي مطلق عنانة أيضا اللي هي منصورة، ولكن عادت. يا سلام يا سلام يا سلام يا غنايم.
غنايم عادت إلى مجراها الصحيح. غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي. المركز الثاني اللي هي غنايم ايها الحبل الكريم لمحمد بن سالم بثعلوب الاشتبي وفي رصيدها سياره حاصلة على المركز الأول في الجائزة الزايدة الكبرى في ميدان الوثب اللي هي غنايم لمحمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي. المركز الثالث مزاج حمد بن محمد بن سهيل العامري مقدم لنا مزاج على المركز الثالث، بينما المركز الرابع تصل على المركز الرابع مياسة للعثة بخزع بالعثة العامري مقدم لنا مياسة على المركز الرابع. المركز الخامس شانية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مقدم لنا شانية على المركز الخامس. والمركز السادس تصل بن صغان لخزع بن احمد بن خزع العامري مقدم لنا بن صغان على المركز السادس. والمركز السابع اصبح من نصيب هملوله لسعيد بن ناصر بن محمد بزيرة المري. والمركز الثامن يا سلام المركز الثامن اليذابه زايد بن محمد بن سيف المزروع مقدم لنا يذابه على المركز الثامن، بينما الوصول في هذه اللحظات على المركز التاسع اللي هي منحاف صالح بن محمد بن عنوده العامري مقدم لنا منحاف على المركز التاسع. والمركز العاشر اختم جولتنا الاخيره حبلنا الكريم الغزيل عبد الله بن سيف بن القمزي مقدم لنا الغزيلة على المركز العاشر. هكذا كان النداء الثالث إلى العشرة المراكز الأولى المتقدمة. أيها الحبل الكريم قطعنا 5 كيلومتر، ما تبقى إلا 3 كيلومتر عن خط النهاية وعن الفوز وعن الناموس والسيارة بالانتظار. يا سلام، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، أعود إلى الصدارة، ولكن منصورة هي من تتربع على عرش القيادة وتحتل المركز الأول. فهد بن حسين بن فهد النعيمي من يطلق عنانه منصورة على المركز الأول، وبينما مزاج تاتي على المركز الثاني حمد بن محمد بن سهيل العامري. المركز الثالث أصبح من نصيب غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي مقدم لنا غنايم على المركز الثالث، بينما مذيار تاتي الله ولا مياسه وصلت مياسه على المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام، العثة بن خزع بالعثة العامري مقدم لنا مياسة على المركز الثالث. انتقل مباشرة الى المركز الرابع. يا سلام يا هملولة، سعيد بن ناصر بن محمد المري مقدم لنا هملولة على المركز الرابع. والمركز الخامس الشانية علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مقدم لنا الشانية. والمركز السادس من الجنب الثاني بن صوغان خزع بن احمد بن خزع العامري مقدم لنا بن صوغان على المركز السادس. المركز السابع تصل في هذه اللحظات منحاف صالح بن محمد بن عنوده العامري يطلق عنانه منحاف على المركز السابع. والمركز الثامن التواجد من الدرعيه اول اذاعه للدرعيه لهون بن راشد بن طالب المري مقدم لنا الدرعيه، وصلوا هل الطلايب، ولكن هناك الدخول من سرابه، وصلت سرابه سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان ليشتبه مقدم لنا سرابه على المركز التاسع. والمركز العاشر هناك النويعس يا سلام سالم بن حمد بن سالم بن هدفه بن نقدان ايضا مقدم لنا النويعس على المركز العاشر. 20 كيلومتر ما تبقى عن خط النهايه وعن الفوز وعن الناموس، ولكن منصوره هي من تتربع على عرش القياده. فهد بن حصين بن فهد النعيمي مقدم لنا منصوره، بينما الملاحقه هناك على المركز الثاني. يا سلام، هناك هملوله سعيد بن ناصر بن محمد الزيري الفزيره المري مقدم لنا هملوله على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت بن صوغان خزع بن احمد بن خزع العامري مقدم لنا بن صوغان على المركز الثالث، بينما الوصول بهذه اللحظات من الشانيه علي بن حموده بن علي بن حموده الظاهر يطلق عنانه شانيه على المركز الثالث الرابع. والمركز الخامس اصبح من نصيب غنايم، الله يا غنايم هي من تتربع على المركز الخامس، ولكن مزاج غيرت الامور. يا سلام على المركز الخامس، مزاج مزاج حمد بن محمد بن سهيل العامري مقدم لنا مزاج على المركز الخامس. والمركز السادس غنايم محمد بن سالم بن ثعلوب الاشتبي مقدم لنا غنايم، اعود الى الصداره، اعود الى مقدمه هذا الشوط. الله يا منصوره، الله الله الله، منصوره هي من تتربع على عرش القياده. فهد بن حصين بن فهد النعيمي يا سلام، ولكن غيرت الامور.
الامور، تغيرت الامور. هملوله سعيد بن ناصر بن محمد المري مقدم لنا هملوله على المركز الاول، بينما الملاحقه من الجنب الثاني بالصغان تتسلل وتتربع. يا سلام يا سلام، شوف التسلل، شوف التسلل من بن صغان على المركز الاول، وعينها على القياده. خزع بن احمد بن خزع العامري مقدم لنا سلاله صغانيه غنيه عن التعريف، هي من تقود المسيره. يا سلام، الله الله، الكيل الاخير وجولتنا الاخيره، نداءنا الاخير. الله يا سلام، ما شاء الله، يا سلام. هملوله 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 بن صغان، بن صغان من الجنب الثاني، ولكن هنا ايضا هملوله بن صغان. الله، ولكن سرابه وصلت، سيف بن جعفر بن سهيل بن مرحان لشتبه مقدم لنا سرابة على المركز الثالث. الله الله الله، اشتدت المعركة، اشتدت المعركة، ولكن بن صغان صامدة صامدة صامدة. بن صغان لخزع بن احمد بن خزع العامري، لكن خلاص. يا سلام يا بن جعفر، يا بن مرخان، يا سلام. سرابة سرابة على المركز الثاني، جولتنا الأخيرة وندانا الأخير، الأوامر التلقائية. يا سلام، الله الله الله، بن صغان خزع بن احمد بن خزع العامري، السيارة فالانتظار. الله يا سلام، الله 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 الله، يا سلام. بن صغان جولتنا الأخيرة، المنصة الرئيسية، المنصة الرئيسية، ولكن ارصد ارصد مرموقة، ارصد بين شعار بن دلاوي قادم، شعار بن دلاوي قادم. الله 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 الله، الامتار الاخيره. يا سلام يا سلام، الجذابه فاجاتنا في الامتار الاخيره. حي الجذابه، حي الجذابه. السيد بن سهيل بن دلاوي، ليش تبي لك عوايد؟ لك عوايد يا ابو سهيل مع هذا الشعار. تهانينا الى سيد بن سهيل بن دلاوي، ليش تبي على فوز الجذابه فاجاتنا عند الثيل امام المنصه الرئيسيه. سلام سلام سلام، تحيه مني واحترام سعيد بن سهيل بن دلاوي الاشتبي على فوز الجذابة في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني مرموقة، أيضا فاجأتنا في الأمتار الأخيرة محمد بن سالم بن محمد بوثم العامري. والمركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب سرابة سيف بن جعفر بن سهيل مرخان لشتبي. والمركز الرابع كان من نصيب بن صغان لخزع بن أحمد بن خزع العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس كان من نصيب هملولة سعيد بن ناصر بن محمد المري. هكذا أعزائي المشاهدين كانت انطلاقة الشوط الخامس عشر، ولكن استطاعت الجذابة من تخطف الفوز والناموس وتفاجأنا في الأمتار الأخيرة أمام ثيل والمنصة الرئيسية، وتهدي سعيد بن سهيل بن دلاوي لاشتبي سيارة الحول المحليات الأصايل. تهانينا إلى الجميع. أيضا هنا التوقيت الزمني 13 دقيقة و33 وست أجزاء من الثانية. تهانينا إلى سعيد بن سهيل بن دلاوي لاشتبي على الفوز الجذابة. المركز الثاني، التوقيت الزمني كان لمرموقة لمحمد بن سالم بن محمد بوثم العامري، قاطعة المسافة 8 كيلومتر في 13 دقيقة 34 وجزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث كان من نصيب سرابة لسيف بن جعفر بن سهيل مرخان لشتبي، قاطعة المسافة في 13 دقيقة 34 وجزئين من الثانية. تهانينا إلى الجميع والناموس.